بيعنا بودكاست. يسعد اوقاتكم مشاهدين ومستمعين انفجارات النمسا ميديا بالنمسا او بكل مكان مع حلقه جديده من بودكاستنا الفني ليالي فيينا من فيينا. ضيف حلقتنا اليوم مخرج سوري موهوب ابدع بالاخراج المسرحي كما الدراما. عنده تاريخ فني طويل مليان حب وعطاء. من اعماله ايام الدراسه، وعدتني رفيقي، ولا السلطان، شوارع الشام العتيقه، كانون والمزيد. برحب بضيفنا المخرج السوري صاحب البصمة الأستاذ غزوان قهوجي. أهلا وسهلا فيك أستاذ غزوان، منورنا. أهلا وسهلا فيكم، سلامات حبيبي. يا أهلا وسهلا أستاذ غزوان، أول شيء منورنا أنت. ثاني شيء، في كذا سؤال صراحة ببالي، فحبلش من الشوق. نورك. يسعد لي قلبك أستاذ غزوان. صلنا تقريبا نحن سنتين، أنا على الصعيد الشخصي عم بستنى مسلسل كانون، ما بعرف امتى بده ينزل. هل برايك، يعني ما بعرف، هو سؤالي، هل هو انتم ما استكملتوا العمليات الفنيه؟ هل في مثلا، ما بعرف صراحه، هل ممكن من شركه الانتاج فيك تشرح لنا شوي ليش نحن شوقنا طال وما عم ينزل المسلسل؟ الحقيقه كانون هو عمل من انتاج الموسم الماضي، هو جاهز طبعا للعرض وانتهت عملياته الفنيه، هو من تاليف علاء مهنا واخراج اياد نحاس، وأنا شرفت بإني قمت بمهمة التعاون الفني فيه. العمل من باكورة إنتاج شركة إنتاج جديدة اسمها بايورتا، مثله مثل أعمال تانية يعانى من مشاكل تسويقية. بتخيل أنه هي المشاكل يعني قاربت على الانتهاء. ما توفقنا بالعرض بهذا الموسم برمضان، بس لازم إذا الله رادي كله فرصة عرض جيدة بعد رمضان إن شاء الله. أستاذ غزوان، أكيد نحن عم نستنى. أستاذ غزوان، بعيدا شوي عن دراما، ممكن نروح أنا وياك هيك شوي للمسرح. عارف يعني انت اول شيء استاذ لك تاريخ فني، تاريخ لك تاريخ كتير طويل بالمسرح، اعطيت بالمسرح كتير. فاستاذ، شو الفرق من تجربتك بين العمل على المسرح سواء من مستوى الاخراجي او التعامل مع الفنان او التقنيات، عن الفرق بالشغل بالدراما؟ لا، المسرح هو شغفنا الاول ورح يضل الشغف الاخير. مثل ما بتعرف المسرح هو اول فنون، صحيح. فيك تاخذ منه كثير من الادوات على كل الفنون الثانية، سواء على السينما او على الاذاعه او على التلفزيون، بس انا بعتقد انه اهم ما ممكن ياخذه المخرج معه من الاخراج المسرحي الاخراج التلفزيوني هو فن اداره الممثل. يعني انت بتكون على علاقه قريبه من الممثل، بتعرف ادواته بشكل اقرب، ممكن تفهمه ويفهمك. هذا بيخلينا يعني نحن نوعا ما بنلاقي لغه مشتركه أكثر من غيرنا بالشغل مع الممثل بمجال الدراما التلفزيوني. يعني هذا صحيح. أكبر قاسم مشترك أتوقع بين المسرح والتلفزيون على مستوى الإخراج. أستاذ، تعامل مع الممثل طبعاً، يعني كمان في نقطة تانية أنت ممكن تستفاد منها، العلاقة بإدارة النص. يعني أنت كمان معالجة النص الدراماتورجيا اللي بتقوم فيها المسرح هي ممكن تكون كتير مفيدة كمان بمعالجة النصوص التلفزيونية، وإن كان يعني في لغة حوار مختلفة، في دلالات مختلفة بين هون وهون، لأنه يعني المخرج ربطه مخرج واحد سواء بالمسرح أو بالسينما أو بالتلفزيون. بالضبط أستاذ، برأيك يعني المخرج، سواء المخرج المسرحي أو المخرج التلفزيوني أو السينما، لازم يكون دارس علم نفس، أو هو العرف اللي أنا بعرفه بشكل شخصي، صحح لي، أنه لازم يكون مثلا عنده طلع كبير بعلم النفس، يعني سواء التعامل مع الممثل أو بشكل مثلا قولبة الفكرة وتقديمها للجمهور. ما بعرف هو كيف الشغل العربي صراحة، ممكن تشرح لي هيك شوي، أتعلم منك بعيد نقطة. خليني اختصر لك الموضوع ببساطة بجملة واحدة. الإخراج هو على يعني بالشكل العام هو ثقافة أولا وأخيرا. ببساطة يعرف الإخراج كان المسرحي أو التلفزيوني على مستوى ثقافة المخرج، لازم يكون نعرف شيء من كل شيء، وبنفس الوقت لازم نكون نعرف كل شيء عن شيء اللي هو مهنة الإخراج. وإذا بدك نشرحها أكثر، يعني فكرة أنه تعرف على الأقل شيء من كل شيء، يعني لازم المخرج يكون على إلمام واطلاع بكل أمور الحياة، كل أنواع الفنون، كل الحضارة، كل التراث الإنساني، ولو على الأقل اطلاع خلينا نقول سطحي شوي، بس لازم يكون على معرفة بكل أمور الحياة حتى يقدر يكون على الأقل مشروع مخرج تلفزيوني أو مسرحي ناجح. صحيح أستاذ. طب إذا بنروح شوي للتقنيات بشكل عام، أو لورا الكاميرا بشكل عام، بعيدا عن الفكرة وعن النص، هل مطالب المخرج يكون عنده إلمام كبير بالتقنيات، مثلا
الصورة فرض عن الإضاءة، عنده فكرة بالمونتاج، هل مطالب أو ممكن يكون شراكات يثق بها مثلا ليطلعوا هن المنتج بشكل جماعي؟ الحقيقة هي مدارس مختلفة بالإخراج، إنما أنا من أنصار أنه يكون المخرج على اطلاع بكل العمليات الفنية سواء خلف الكاميرا أو العمليات الفنية بعد إنجاز العمل، بس هذا لا يعني أنه ما يكون في حالة من الشراكة والثقة، بمعنى أنه يكون عمل تيمورك، يعني مدير إضاءة ناجح مع مهندس صوت ناجح مع ممثلين ناجحين مع مخرج منفذ شاطر مع مخرج يقود كل هاي العملية، بيخلي نتاج العمل أفضل لأنه بيكون نتاج فريق أكثر ما يكون نتاج شخص. صحيح. فلهيك لازم يكون على اطلاع بدقائق هاي المهن، وبنفس الوقت هاي المهن يتولاها ناس هي على ثقة، على مستوى من الثقة، مشان يكون فريق ناجح ومتكامل بكل المهن. طبعا أستاذ، طبعا بالنهاية هو منتوج جماعي، يعني هو عمل جماعي بالنهاية، مثل ما بيقولوا مسننات صغيرة بتجتمع ضمن مسنن كبير. أستاذ بتعرف يعني للأسف شوي صار الدراما السورية عانت بآخر مثلا 12 سنة، فهل ممكن يعني بنقول من أحد أسباب معاناتها هو هاي المشكلة مثلا وجود الأشخاص مثلا يعني فقدان الأشخاص الصح اللي عم بتشتغل بهذا المجال؟ لا شك أنه نحن فقدنا كثير من العناصر الفنية المتميزة، إن كان ممثلين أو مخرجين أو كتاب أو حتى فنيين بالسنين الماضية، بس ما بظن أنه هي كانت المشكلة، لأنه ظل الوسط الفني السوري ولاد، بمعنى أنه دائما في عنا دم جديد وروح جديدة وشباب جديدة عم تتعلم وعم تنتج وعم تتميز. المشكلة الأولى والأخيرة بالسنين اللي فاتت هي مشكلة التسويق، لأنه اختلفت معطيات السوق الدرامي، فاتت المنصات كمان على موضوع العرض، فما عاد العرض محصور بمحطات تلفزيونية، كمان منصات السوشيال ميديا إلى طريقة توزيع مختلفة عن طريقة التوزيع التلفزيونية المعتادة. سنين الحرب أثرت، كنا كمان من زمان كان دراما السورية تشتغل برأس المال الغريب المستورد، صار في دراما محلية بحتة، صار في دراما مشتركة برأس مال أجنبي، صار في حالة بحث جديدة عن هوية العمل الدرامي، يعني لليوم بدور النقاش عن هوية العمل الدرامي، كيف ممكن نحن نسميه سوري؟ هل هو إذا مخرجه سوري بس هو بيكون سوري؟ إذا شركة الإنتاج سورية بيكون سوري؟ الموضوع لسه الحقيقة ما توصلنا لتعريف لهوية العمل الدرامي، إنه إمتى بيكون سوري بحت، إمتى بيكون عمل عربي مشترك، إمتى بيكون لبناني. بس للحقيقة عانينا كتير بمشاكل تسويقية بالسنين الأخيرة، رغم المحافظة على كثافة الأعمال، والسوق الدرامي السوري هو آخر القطاعات السورية اللي تأثرت بالحرب بشكل ملحوظ. هذا إذا بدل على شيء بدل على أنه هو كان متين قبل الحرب، يعني التأثر ما كان فورا 2011، لا بلشنا حسب التأثر نحن من 2020 تقريبا، أنه صار في انخفاض واضح بعدد الأعمال المنتجة، فهذا دليل على أنه كان الأساس متين، لذلك تأثر كتير التأثر، وبظن أنه التعافي رح يكون سريع. يا سيدي أكيد بنأمل، يعني أكيد بنأمل طبعا، يعني مثل ما بنعرف وكلنا بنعرف الدراما السورية أخذ محل كتير كبير بالوسط الفني العربي بشكل عام، هي ومصر والبلدان تانية، بس نوع الدراما صراحة السوري يعني، وهذا باعتراف أشخاص يعني غير سوريين، إنه أوكي الكوميدي مثلا أو الأكشن مصري، بس الدراما حصرا لازم يكون سوري، يعني السوريين هن مثل ما بيقولوا ملوك الدراما بالوطن العربي، مثل ما تفضلت يمكن هذا السبب اللي ليك. خليني اقول لك شيء، انه لا بتضل مصر هي ام الدنيا وبتضل هي ام الفنون. السوريين لقوا هويه خاصه بفتره من الفترات، فتره من التسعينات لنهايه 2010 بالدراما، بس هذا لا يعني انه هن تفوقوا، يعني تفوق واضح على المصريين، لانه المصريين في تقليد للمهنه، هي مهنه عريقه وعندها نتاجاتها واقدم بكثير. هلا في سنين معينه التنافس كان واضح، لا تنسى كمان انه المصريين في فتره من الفترات كبروا، هذا خلى الدراما السوريه تبين انها متميزه، بس اليوم اذا مفوت بهي المقارنات مشان ما نحن نختر او يصير عندنا شوفينيه بشكل او باخر، لا اليوم الدراما الخليجيه متميزه، مثل مدرية رجعت تعافت، انت بتشوف دراما عربيه مشتركه كمان على سويه عاليه، لسه في الدراما السوريه بصمتها، انما هي يعني بدك تقول مثل الرجل المريض حاليا. صحيح صحيح. لا وهون انا ما قصدت طبعا، يعني كل الاحترام لمصر، انا ما قصدت، انا قصدت النوع الدرامي، ولم اقصد المسلسلات. مصر يعني من يوم يومها مثلا مصر ام الفنون، وهي حاضنه للفنون، مثل مو انا المسرح او الفنون، فمصر هي من السباقين
للمجال الفني سواء كغناء يا ريت او يا ريت لو نحن نقتدي بالتجربه المصريه. صحيح. مصر لما حست بانه الدراما المصريه تراجعت شوي بسنين معينه راحوا لحل كان حل اسعافي وحقيقه حل ابداعي، انه معاهد السينما اللي كانت عم تخرج الشباب، هي الشباب اللي عملت مخرجين سينما استقطبتهم للدراما المصريه وبلشوا يعملوا تجاربهم الخاصه، فانت بلشت تشوف لغه بصريه عاليه، بلشت تشوف لغه سينمائيه بالمسلسلات الدراميه. نحن الحقيقه بسوريا ما عندنا هذا التقليد، نحن بنعتمد على الخبرات. صحيح. يعني يمكن حكينا مره انا وياك قبل البودكاست انه نحن عندنا مشكله انه ما عندنا حدا اكاديمي، احنا ما عندنا اكاديميات بتدرس اخراج، نحن حصرا محصوره كل القصه بمعهد عالي للفنون المسرحيه باقسامه السينوغرافيا والتمثيل والنقد المسرحي الى اخره، بس نحن الاخراج مثلا ما له اكاديميه، الحالات الفنيه اللي ورا الكاميرا ما له اكاديميه، فهي ناس تعتمد على الخبره، لذلك نحن فاقدين التقليد بهي المهنه، يعني ما عندنا حاله تقليد، يعني بمعنى انه ما له هويه خاصه بانه دائما في عندنا رفد بدم جديد، الموضوع خاضع ل خليني اقول لك للصدف، انه جيل احيانا بيطلع منيح، جيل بيكون وسط، جيل بيكون متدني، انما بمصر العمليه الانتاجيه هي صناعه متكامله من الالف للياء. صحيح. وهن صراحه بلشوا، او يمكن هي بلشوا هن يعني والسوريين سوا، بس بسبب يعني بنحكي شوي بسبب الاحداث اللي مرقت عليهم واللي مرقت علينا، بس هن تفردوا فعلا، يعني هن تفردوا وسبقونا باشواط. بس نحن يعني في من احدى الشغلات اللي انا بشوفها على الصعيد الشخصي، صناعه متينه بمصر، صناعه متينه بالضبط، يعني من احدى الاشياء اللي انا بشوفها على الصعيد الشخصي، هي منيح ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا، مثل فتح عنا المعهد العالي للسينما، وصحيح فتح يمكن بثلاث سنين اذا الله ما كذبني هو، بس منيح، بس نحن كثير تاخرنا مثل ما تفضلت، يعني ما كان هالموضوع عنا يا كاختصاص مثلا، اوكي عنا بنخرج ممثلين ولكن هم الأشخاص المبدعين ما خلف الكاميرا، يعني نحن تأخرنا فيه، بس الحمد لله أنه يعني بعد فت نحن وصلنا متأخرين، يعني أحسن من أن لا نصل أبدا. يا ريت يا ريت، يعني بتمنى أنه يكون عندنا معهد عالي للسينما أو للتلفزيون أو للفنون البصرية عامة، بيوازي على الأقل التاريخ اللي عندنا يا بمعهد عالي فنون مسرحية، بس بظن أنه فعلا مثل ما تفضلت نحن تأخرنا كتير، ولساتها تجاربنا مثل كل شيء خاضع على مزاج وارتجال وتجارب فردية، ما لم مأسسة القصة 100%. ويمكن أستاذ غزوان يعني أعتقد بهاي الفترة الأخيرة مثلا إذا بدنا نحكي بآخر 15 سنة أو قبل، الموضوع يعني الموضوع أنا عم شوف على الصعيد الشخصي، عم نحكي تقنيا وجماليا بعيدا على محتوى النص، وبعيدا عن قوة، بعيدا عن ممثلين، عم نحكي كتنفيذيا صراحة الدراما السورية كتير تطورت، طورت للأحسن بأشواط، ما بعرف إذا أنت عم تتابع من مبدأ لغة الكاميرا بمعنى الحركة الموفمنت أو الكوادر إلى التلوين أو الكالر جريدينج، صار في تركيز كتير صراحة على التفاصيل أفضل بكتير من مثلا من قبل 10 أو 15 سنة، ما بعرف إذا أنت أكيد عم تتابع أستاذ غزوان، فيبدو في شيء الحمد لله. هذا أول شيء يعزى يعني بالدرجة الأولى لاجتهاد القائمين على صناعة الدراما، إنه دائما بحالة بحث، بحالة تطوير. اثنين، الاحتكاك الخارجي اللي صار بالدراما العربية المشتركة، معظم الناس اللي طلعت اشتغلت برا قدرت تتواكب التقنيات الحديثة وقدرت تمشي مع العصر ستيب باي ستيب، فالحمد لله إنه ما ضلت بمكانها، يعني مع رغم إنه لا يزال في تجارب محلية خجولة، إنما بالشكل العام لا، نحن فينا نقول إنه بعدنا عم نواكب، وما لنا نحن ببلد والله متأخر 10 سنين، لا، موضوع الدراما عنا صناعته مثل ما قلت لك، لأنه أساسا هي متينة فتأخرت من تأجج الحرب والعافية سريعا إن شاء الله. ده لا بصراحة فعلا أنا يعني أنا كتير سعيد ومنبهر بآخر كذا موسم على الإبهار البصري اللي عم يشتغلوا فيه، ومثل ما تفضلت يعني بالرغم من الشيء يعني للأسف اللي البلد كله عانت بشكل عام، بس في إبداع كتير حلو، يعني ما فز أنت تابعت عم تتابع المواسم اللي قبل على المستوى البصري مثلا، ويبدو يعني الزند مثلا إذا أنت تابعت شيء من الزند وشفت الصورة بشكل عام، جمال الصورة يعني في التاريخ إذا عاد نفسه هذا رح يكون لصالحنا. كاميرا هيثم حقي هي أوائل الكاميرات بالتسعينات اللي طلعت من استوديوهات التلفزيون السوري للتصوير الخارجي، لحقتها كاميرا الأستاذ نجلة أنزول. هلأ بالحرب خف شوي انه قديش نحن نطلع على الجغرافيا السورية،
رجعت هلا بسنين التعافي، رجعنا للنقطه، النقطه الاقوى اللي هي كانت نقطه قوتنا، انه نحن نطلع للوكيشنات جديده، نسبر اغوار عوالم جديده ما الناس كلها بتعرف. سوريا بلد متنوع، ان كان على مستوى الجغرافيا، ان كان على مستوى الحضارات، انت بكل محافظه في عندك بيئه شكل، في عندك كمان طبقات اجتماعيه، كل طبقه الى بيئتها، هذا بيعملنا تنوع متميز وخاص. يمكن نحن متفردين عن باقي الدول بهي القصه، انه انت قادر تعمل بيئات متنوعه ومتعدده وكثيره للاعمال الدراميه، من بيئات القاع للبيئات العاليه اجتماعيا، رغم المنافسه الشديده اللي عم نلاقيها من الدراما العربيه المشتركه على مستوى اللوكيشنات واماكن التصوير، انما بيضل موضوع التصوير الخارجي بسوريا له نكهته وله تميزه الحقيقه. بالضبط. واذا بنرجع شوي لورا استاذ، تاكيدا على كلامك، تجربة ضيعة ضيعة مثلا كلوكيشن مثل ما تفضلت حضرتك على 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 الطبيعة الخام اللي عنا، وانتقلوا بعدها جربوا بكتير طبعا، سواء إذا بصور عنا بالساحل أو بالشمال السوري أو، ففعلا اللوكيشنات عنا كتير حلوة. أستاذ غزوان، شوي بعيدا عن اللوكيشنات، حابب بسك أسأل سؤال بتعلق بطريقة تعامل الممثل بخشبة المسرح أو نفسه، إذا بس تاخده يعني بس توظف الممثل المسرحي أمام الكاميرا، هل في معاناة من يعني من قبل المخرج بأداء الممثل أو بتوجيه الممثل المسرحي بشكل خاص إلى خلف يعني أمام الكاميرا؟ قالك خليني أقول لك شيء، هلأ الموهبة لا تتجزأ، يعني الموهوب تمثيليا هو موهوب بكل مستويات الأداء، بيفرق الموضوع شوي من الحالة التقنية، وهذا يعني طبعا مأخذ على طريقة تدريس التمثيل بمعهد عالي فنون مسرحية، لأنه هنا عم ينشئوا ممثل مسرحي. بس إذا كان الممثل على قدر كبير من الموهبة ويستحق الشهادة اللي حملها معهد عالي فنون مسرحية، فهو قادر ببساطة وبسرعة أنه يمتلك التقنية الخاصة بالتمثيل التلفزيوني أو السينمائي، لأنه مثل ما قلت لك الموهبة واحدة ولا تتجزأ. بيطلع عنا بقى الموضوع الثاني اللي هو بالعصر موضوع الحضور، اللي هاد له علاقة بشيء رباني، وأنا بشوف أنه هذا لازم يتأكد عليه أثناء القبول بمعهد التمثيل. يعني الكاريزما والحضور لازم يمتلكها البني آدم جنب الموهبة، لحتى بعد ما يطلع من مجال المسرح يروح على مجال التلفزيون أو على مجال السينما نكون متجاوزين هي الخطوة ونروح نشتغل على التقنيات، فليزمون التقدم سريع كتير. الموهوب ما بيعاني، وين ما أخذته هو ممثل مهم وإله حضوره وإله تميزه. أما أنصاف المواهب، إذا كان في أنصاف مواهب عم يقبلها مع هاد فنون مسرحية، بعد صدقني رح يتعذب سواء بالمسرح أو بالتلفزيون أو بالسينما، لأنه الإشكال ده يكون بموهبته مو بموضوع التقنية. التمثيل لا يعلم، لا يعلم، ممكن تكتسب خبرات، ممكن يقرأ يتثقف يطلع يصير عنده تجارب احتكاكات، أما الموهبة هي شيء رباني ولا يتجزأ. صحيح صحيح أستاذ. بعيدا شوي عن المواهب وعن المسرح، حاليا أستاذ غزوان بآخر كم سنة كمان كتير كتر موضوع المنصات وشغل المنصات والقبول، في قبول جماهيري عليه، بس أنت بوجهة نظرك أستاذ غزوان كمخرج تلفزيوني وكمخرج مسرحي، هل هذا الشيء سلبي برأيك؟ موضوع المنصات اللي عم تنتشر على السوشيال ميديا، هل هو نحى شوي يعني منحنى الدراما عن طريقة الصحيح مثلا؟ هل هو بسبب ممكن يكون الأوضاع المادية بسبب الوضع الحرب اللي بسوريا؟ لك لا لك كيف بشوف القصة؟ بشوف إنه الزمن بيعيد نفسه مرحلة مرحلة. نحن عم نعيش مرحلة تشبه كتير لما انتقل الفنون، انتقلت من الإذاعة للتلفزيون، فكان في ناس متمسكة بالإذاعة وتقليدها وجمهورها، في ناس راحت على التلفزيون وواكبت التطور اللي صار لما دخل التلفزيون لكل بيت. هلأ اليوم بلشت التلفزيونات بالبيوت تروح للغراض، كلنا موبايلاتنا ما بتفارق إيدينا، طيب. ويمكن الشاشات بالتلفزيون ما عاد اشتغلت بالبيوت مثل ما كانت تشتغل زمان. إذا نحن على أبواب مرحلة تانية لازم نواكبها، لازم ننتقل من مرحلة لمرحلة، رغم بين قوسين خلينا نحطهم هدول، أنه نحن ما عم نمتلك المعيار لنعرف كيف منجيب مشاهدات صحيحة، مشاهدات سليمة على منصات السوشيال ميديا. في تجارب عم تكون جيدة وعم تحقق مشاهدات، في تجارب عم تروح على الإسفاف والابتزال، بعدنا بحالة بحث، يعني شو هو المعيار الصحيح لنقدر ننقل فنوننا البصرية والأدائية لمنصات السوشيال ميديا، لأنه التلفزيون احنا كلياتنا قلنا أنه قرض، بس ما امتلكنا المعيار مثل ما كنا ممتلكينه تلفزيونيا لما كان التلفزيون ضيف
إجباري يفوت على كل بيت. كل صحيح. فنان كان عنده معايير مجتمعية وأخلاقية يعرف كيف بده يتعامل مع فنه لحتى يفوت على البيوت. أما السوشيال ميديا هي الحالة الفردية اللي فرضتها علينا، بعدنا عم نبحث عن المعايير بس لازم نواكبها، لأنه المستقبل رايح للشاشات بالبيوت رح تنقرض. نحن حتى الأعمال الدرامية اللي مخصصة لرمضان وبتشوفها العائلات عم نشوفها كلياتنا على موبايلاتنا أكثر ما نشوفها على التلفزيونات. أنا عم بحكي عن سوريا على الأقل، يعني بسبب أنه غياب الكهرباء إلى حد ما، بسبب انشغالاتنا كلياتنا عم نشوف أعمالنا على الموبايلات ما عم نشوفها على الشاشة. هذا بده يخلق معايير جديدة. هلا هي المعايير لا أدعي معرفتها، بس بأكد لك أنه كل العاملين بالشأن الفني بحالة بحث مستمر عن هي المعايير لحتى كلياتنا نروح على السوشيال ميديا ونحن مالكين اللعبة مثل ما كنا مالكين أيام التلفزيون ومثل ما كنا ندعي أنه مالكينها بالمسرح. أستاذ عزوان، هل تغير الذوق العام؟ يعني مثل ما شايف حضرتك، مثل ما كمان تفضلت وقلت أنه موضوع التلفزيون حاليا ما عاد مثل ما تفضلت ضيف أساسي بكل بيت، هو وحاليا الموبايلات هي المتاحة. لا الحقيقة يعني هذا الموضوع فهمت عليك تماما، ودائما في خلط. يعني الناس بتقول انه الزائقة العامة اختلفت، انا ما بشوف الزائقة العامة اختلفت، انما اختلف انه صار في وسيلة للتعبير عنها. فهمتني؟ يعني من زمان كان الناس دائما الى نفس الذوق، تقبل ما تقبله وترفض ما ترفضه، انما ما كان في وسيلة للتعبير عن هي الزائقة. نحن طالعين من جيل كان عنا محطتين بس ما في غيره، فجأة صار في عنا 100 محطة 200 محطة، بنشوف بنقبل ما اللي بنقبله وبنرفض اللي بنرفضه، بس ما كان في وسيلة للتعبير إلا بحديثنا الخاصة بتجمعاتنا بالمقاهي بالمسارح إلى آخره، كان على نطاق ضيق. سوشيال ميديا اليوم عطت فرصة ومنبر للتعبير لكل من لا منبر له، فلذلك صرت تسمع آراء أنت ما أنزل الله بها من سلطان، سواء رايحة على الإكستريم بالإيجابية أو على الإكستريم بالسلبية. الزائقة العامة ما اختلفت، هي بإيجابياتها وسلبياتها، إنما صار في مجال للتعبير عن ذلك، صرت تقدر تتعرف عليه عن قرب. من زمان قبل وصول السوشيال ميديا لإيدينا كنا كان الواحد ممكن ينكذب عليه ببساطة، كانت مقالات النقد سواء المادحة أو الذامة ممكن تنباع تنشرها، ممكن تكون غدارة، ممكن تلاقي حدا فنان مغتر جدا بعمل هو ليس على سوية، وممكن تلاقي حدا شايف عمل متدني بس هو طلع مكسر الدنيا والناس كلها يتحاببته. ما كان يقدر يوصلوا هذا التعبير إلا اللهم يعني اللي بيشتغلوا بالمسرح، لأنهم على احتكاك مباشر بالجمهور. صحيح. لأنه ما كان في تعبير عن هذا الرأي. السوشيال ميديا لو خلتنا نشوف الآراء، ناس قاعدة ورا الشاشات ببساطة عندها كامل الحرية تعبر عن رأي. إيه الزائقة موجودة، هلأ بدنا نتعرف عليها من خلال هاي الآراء. نحن مهمتنا اليوم نقبل كل هاي التعليقات ونقراها ونشوف منها أنه أكثر إيجابية وأنه أكثر سلبية بإطار بحثنا عن المعايير الجديدة. بس أستاذ غزوان، الموضوع اللي حاليا اللي كمان أنا أصدق عليه بموضوع ما هو تغير ذوق العام، ولكن هو يمكن نتيجة تطور طبيعي بسبب انفتاح العالم على بعضه، بسبب الناس صارت تشوف، صارت الناس قدرت تقيم أوكي مثلا هذا العمل برا مساوين وكذا، صار في عندها خيارات تقدر تنقد وتقيم. بس أنا أصدق على موضوع الوقت، يعني بمعنى السوشيال ميديا اللي أثر بشكل كمان على الفن بشكل كبير، يعني موضوع سواء الشهرة السريعة للأشخاص اللي بنسبة كبيرة ما نون صح، يعني ما نون بمحلهم، فهن أثروا بشكل خاص على الفنانين. يعني مثلا الفنان له مراحل كتير طويلة، يعني مثلا بفوت على المعهد العالي بيدرس بيتثقف على المستوى الشخصي والإنساني والفني بنفس الوقت، بيروح بفلاتر ومصافي كبيرة لحتى يوصل مثلا لعامة الشعب. بس حاليا بالسوشيال ميديا مثل يعني، وأنا برأيي الشخصي طبعاً وأنا بتحمل هذا الشيء، ساعد بإفساد الذوق العام السوشيال ميديا اللي أثر سلباً على تقبل وتذوق المشاهدين للفن بشكل خاص، فصار بطل يعجبهم شيء. مثلاً متابعين على منصات السوشيال ميديا تيك توك أو الإنستغرام، يعني أشياء برأيي الشخصي أنا لا تناسبني، ونفسهم هن هالجمهور اللي من الفانز أو متابعين هاد، هن نفسهم عم بيحاولوا يقيموا الأعمال الفنية، فعم بينظلم كتير فنانين وكتير أعمال فنية، وعم تتعرض للشتم والسباب بسبب مثلا فرض السوشيال ميديا ذوق جديد على المتابعين. إيه بس برأيك لازم يكون الحل بمحاربة الناس اللي عم تعبر عن رأيها؟
لا طبعا، لما انا بوقف قدام ظاهره بيكون عندي فنان ايقوني معين له تاريخه، وطلع بقابله يوتيوبر جديد شاب جديد عمره 16-17 سنه، الناس حابته ومحقق مشاهدات اكبر بكثير من هذا الفنان الايقوني، انا بشوف انه ما لازم اقعد حارب اقول انا لا الزائقه العامه متدنيه مشان هيك هذا مشاهد وهذا ما عاد الناس حقه. لا لا مو هيك الموضوع، انا بدي اتوقف عند هي الظاهره، بدي ناقشها، بدي اعرف ليش هذا الشاب اليوتيوبر محقق مشاهدات، معناته هو ممتلك معيار انا مالي ممتلكه، فلا بدي انا اروح لعنده، مو انا وقف واعمل جبهه رافضه واقول الزائقه العامه تدني وهذا فنان تعبان على حاله كتير ما بصير الناس تقول هذا احسن منه. لا انا بالعكس، انا عندي اولاد مراهقين، بالعكس بروح بستانس برايهم، خلوني يدلوني على الظواهر الجديده مشان احاول امسك منها المعيار، والا بصير خارج الزمان والمكان. يعني ما بصير نحن نعيش ببرج عاجي ونقول انه نحن عملنا الفن تبع الدراما السوريه والدنيا هلا رايحه لقرنه زائقه عامه متدنيه ويصطفلوا يروحوا. لا مدام في شيء بالسوشيال ميديا محقق ملايين المشاهدات بدي وقف عنده، بدي ناقشه، بدي افهم اذا كان موهوب بدي اعترف بموهبته، اذا كان مو موهوب وعم يحقق مشاهدات بدي اعرف ليش محتواه عم يحقق مشاهدات، ناقشه سلبا وايجابا لحتى اعرف اصنع محتوى بنفس حاله الاحترام انه يحقق هي المشاهدات. وبرجع باكد لك الفكره، نحن لساتنا بحاله البحث عن المعيار، ما بنعرف، ما بنعرف ليش هذا اليوتيوبر جايب ملايين المشاهدات، عمل الايقوني الدرامي مو جايب نفس العدد. صحيح فهمتني؟ بس لما بدنا نعرف لا حنكون صنع محتوى جيدين احسن ما نوقف على الحياد ونقول لا ما بدنا، لانه الدنيا شئنا ام ابينا رايحه على السوشيال ميديا، والتلفزيون راح ينقرض، والمسرح صار فن قديم ومتهالك. خلينا نواكب الزمن ونمشي معه احسن ما نوقف ونكون خارج الزمن والمكان وفوتنا بالفار. هلا انا ممكن اشوف حل برايي الشخصي، انه ما دام بالسوشيال ميديا والسوشيال ميديا هو عم بيقرر، فنحن بنشوف مين هن رواد السوشيال ميديا. فرواد السوشيال ميديا برايي هن طبعا الجيل، الاجيال الجديده اللي هن اصغر مني ومن حضرتك فانا برايي انه لازم الدراما تقرب منهم، لانه بالنهايه هو كمان عامل ماركتينج استاذ غزوان. يعني موضوع الماركتينج اللي عم بيصير كمان هو على السوشيال ميديا مثل ما بتعرف حضرتك، هن اللي بيقرروا، هن اللي صاروا برأيي الشخصي اللي عم بيقودوا صاحب المال، عم بيقودوا المنتج، عم بيقودوا القنوات، هن اللي بإيدهم صراحة القرار. سؤالي هون، هل درامتنا السورية قريبة من هذا الجيل؟ بمعنى عم تقدم لهم محتوى قريب فيهم؟ للأمانة يعني بنسبة معينة، بنسبة معينة، وهذا محققته بسبب التنوع مو بسبب قربة من جيل معين. كمان أنت جمهور المنصات الإلكترونية هو مو من عمر واحد، صحيح. المتنوع الموبايل صار بإيد كل الناس بسبب تنوع الدراما السورية. أنت بتشوفها لما بتشتزق لمقاطع فهي محققة نسب مشاهدات عالية من جماهير من شرائح مختلفة، صحيح. فإذا ضلينا محافظين على التنوع بظن فينا نفوت على عالم السوشيال ميديا هيك بخطة ثابتة ومريحة. مو الهدف أنه أنا أقرب من شريحة معينة، لأنه السوشيال ميديا عطتني حالة من الوضوح من زمان. أستاذ عبد نسأل حالنا هيك نتنمر على قصة هيك يطلع عنا مثلا 40 عمل درامي، كل عمل يدعي انه هو العمل الاعلى مشاهد، صحيح. تذكر هيك حالة العمل اللي حقق اعلى نسب مشاهدات، ما كنا نعرف منين عم يجيبوا هي الاحصاءات، مين هو العمل اللي فعلا عم يحقق اعلى نسب مشاهدة. السوشيال ميديا اليوم عم تعطينا هي الارقام بشكل واضح ومكشوف، هي المعلومات، صحيح. عم نعرف فعلا مين جاي مشاهدات اعلى من مين، صحيح. مهمتنا نبحث ليش، لما بنعرف هي ليش بنصير نحن ونحافظ على تنوعنا وعلى هويتنا، مثل ما قلت لك نوصل لعالم السوشيال ميديا بخطى ثابتة ومريحة. صحيح أساس. وهل الشيء هذا مثل ما تفضلت على موضوع أنه حاليا أول شيء الإحصاءات بعيني، وتالي شيء نفسهم عم بيقصوا مثلا مقاطع من المسلسلات وهي عم تجيب مشاهدات عالية، فهل أستاذ غزوان الموضوع صار يفكر فيه المنتج صاحب رأس المال يفكر بهي الطريقة من مبدأ ربحي كمان من خلال تسويقه؟ ايه طبعا طبعا، هو هاجس الحقيقه، يعني كيف تحقق ارباح، لانه كمان نحن لا تنسى انه بحاله ما بدي اقول حصار بس عندنا مشاكل تسويقيه. السوشيال ميديا اوجدت منصات جديده عدد اكبر من محطات العرض المحدوده، هلا بجوز ما تكون الارباح متوازيه بس انت تغيرت دوره راس المال، يعني بلشت الحاله الموسميه الرمضانيه تتلاشى. كان بالاول دوره راس المال تبلش سنه، يعني تعمل عمل درامي انت لا ينعرض برمضان، تم محطة اشترته بتعرف حالة
المنتج لم رأس ماله ربح ما ربح. لا، السوشيال ميديا اليوم أمنت لك سوق طويل الأمد، يعني أنت ممكن عملك يعيش لسنين وسنين وأنت عم تحقق منه أرباح إذا كان جيد، إن شاء الله تقسمه لمقاطع. صح. في طرق تسويق مختلفة، هاد بيخفف حصار المحطات العددة محدود اللي هي بدها مزاج معين يتناسب مع معلنة. فأنت المفروض أنه عالم السوشيال ميديا يعطينا فضاءات حرة أكثر نحن وعم نشتغل دراما. صحيح صحيح. وكمان مثل ما تفضلت ممكن هو كمان غير طريقة التفكير. نحكي على موضوع البزنس بعيدا عن موضوع أنه الفني، كموضوع البزنس أنا كبدي، أنا بالنهاية أنا كمنتج بالنهاية عم بستثمر، أنا مع رسالة فنية بس كمان أنا يعني بدي أربح ماديا يعني. فممكن مثل ما تفضلت ممكن غير طريقة تفكيري، أنا ما عاد مضطر مثلا أنحكم مثل ما تفضلت بقنوات، لا أنا خلص أتروج لحالي، أنا ممكن أفكر من خطتي بالتخطيط أنه لا أنا في شيء بدي من السوشيال ميديا، أنا مثلا من الإنتاج مثلا اللي بنتج فيه مثلا حيعد لي مثلا عائدات من السوشيال ميديا فرضا. ففعلا السوشيال ميديا غير، هو مو غير طريقة تفكير، هو بنى عالم جديد بالتعامل. ولازم نفكر كمان بآلية تانية أنه نستقطب هدول المؤثرين، يعني نستقطبهم على الدراما، لأنه أكيد اللي عم يعمل مؤثر على السوشيال ميديا عم يعمل يوتيوبر ما بعرف شو اسمه انفلونزر إلى آخره، هذا عنده هاجس بشكل أو بآخر للتمثيل، خليني استقطبه ويكون في فائدة مشتركة بيني وبينه. صحيح. هو ممتلك معيار محقق مشاهدات أوكي، وأنا كمان عندي نفس الهاجس بس بعرف بعمل دراما، خليني استقطبه واشتغل مرهون أنا لا 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 بس المين اللي هن محصورين بعدد معين. أنا شفتها برا سوريا هي الحالة، وكثير مساوينا ونجحت كثير من المؤثرين على السوشيال ميديا تحولوا لممثلين ناجحين وصاروا وجوه إعلامية وإعلانية متميزة وعملوا فائدة مشتركة سواء قنواتهم أو للأعمال اللي اشتغلوا فيها. صحيح أستاذ، بس احنا لساته مثل ما تفضل لساته عندنا بالعالم العربي موضوع أنه شخص وجد وعرف مثلا عرف انشهر عن طريق اليوتيوب أو عن طريق أي منصة أخرى، فهو قولب ووضع بقالب محدد وحوصر مثلا إذا بتلاقيه سوى أي عمل تاني بعيدا عن السوشيال ميديا بتلاقي غير مقبول جماهيريا، يعني غير مقبول خلاص. هو بغض النظر في أسماء كتير معروفة هن بالأصل بيكونوا مخرجين وفعلا خريجين مثلا ما حد عالي فنون مسرحية أو خريجين إخراج، عملوا برامج يوتيوب حاولوا يفوتوا على بعيدا مثلا عن السوشيال ميديا ما لقوا تقبل، يعني انه نحن متعودين نشوفك على كذا. بس صدقني هي ما قاعدة، ما انت على المقلب الاخر في كثير من نجومنا غير صالحين لانه يكونوا مؤثرين على السوشيال ميديا. صح عم بحكي ولا انا غلطان؟ فالموضوع ما له عام، يعني ما فينا نعممه. في ممثل تلفزيوني معروف ومحبوب ممكن يروح يعمل منصة على السوشيال ميديا وينجح، وممكن يفشل. وعلى المقلب الآخر ممكن يكون في مؤثر على السوشيال ميديا يكون صالح للتمثيل التلفزيوني أو السينمائي إلى آخره، وممكن يكون غير صالح خاضع للتجريب. الموضوع ما له عام. لا بالصح. ودليلي على هذا الكلام كتير من نجومنا الدراميين المحبوبين ما قدروا يفوتوا على عالم السوشيال ميديا بطريقة صحيحة، بالعكس يعني قلل من أسهمهم دخولهم لعالم السوشيال ميديا، قلل من أسهمهم. ونماذج معروفة يعني بدون ما نذكر أسماء. صحيح. بس بالمقابل استاذ في اعمال او اشخاص محددين كمنتجين انا شفتها صراحه استغلت بطريقه سيئه، بمعنى شخص مشهور لمجرد انه مشهور غير موهوب او لا يمتلك النوع التمثيلي مثلا، لمجرد هي هذا النموذج الثاني اللي حكينا عنه، انت تفضلت انه نموذج حدا موهوب بس النموذج الثاني اشخاص شو يعني انشهروا على السوشيال ميديا. أنا على الصعيد الشخصي أبداً يعني مو من متابعين محتواهم، بس بنفس الوقت ما حبيتهم كممثلين. لا بالضبط مو ممثلين، بس عوملوا يعني الموضوع صار بزنس من طرف واحد، أنا بس بدي جمهورك، بس بالنهاية هو ما بيقدم شيء فنياً، أنا جبتك لأنك بس معروف، مجرد أنك معروف. فبدأ فلتر كبير القصة، أنا برأيي بدأ فلتر كبير، لأنه في يعني ما بدي إجمع طبعاً، بس بنسبة برأيي الشخصي بنسبة تقريباً 90% من أشخاص وخاصة على منصة التيك توك، وأنا يعني عم بحكي كمؤثرين على الصعيد، يعني مثل ما تفضلت الممثل لازم يكون أول شيء على الصعيد الفكري والثقافي عنده معرفة ما، فهن من الأشخاص اللي بدهم شغل كتير، يعني ما أعتقد هدول ممكن ينجحوا، بس عم يعني عم المنتجين عم يستخدمون لمبدأ ربحي فقط، بس أنا بلاقيها صراحة هو يعني نحن عم نضحك على عقل المشاهد بهيك.
انا بدي اربح منكم بس بالطرف الثاني. انا ما قلت انه انا ما عم بقول انه نجيب المؤثر طبعاً. مثل ما هو ونحطه بعمل درامي طبعاً. بس مجرد انه احنا نستغل مشاهداته، لا انا قلت انه نشتغل عليه ونشوف هل هو يصلح للتمثيل صح. ولا لا. صح. صح. دليلي على هذا الكلام انه كثير من الاعمال اليوم بلشت تستقطب مهنه جديده ما كانت موجوده بدرامانا من زمان اسمها الاكتين كوتش. يعني انت في عندك صحيح. اليوم جنب المخرج لازم يكون في مدرب تمثيل بشكل صحيح. دائم متواجد على السيت قبل حتى قبل ما تعمل كاستنج للعمل، لازم يكون في حاله من انه كيف اختيرت هي الممثلين، هل هن صالحين او غير صالحين. اما اذا كان الموضوع ارتجالي فيعني هذا ما بظن ضمن اطار نقاشنا اصلا. صح صح. هون هي وظيفة الكاستنج دايركتر بغض النظر هو وظيفته هو الفلتر تبعهم، فنحن بنفلتر مين هو الشخص الصالح ومين هو الشخص المصالح للعمل. تمام. صحيح أستاذ غزوان. أستاذ غزوان حاببك أسألك كم سؤال على تعلق بالموضوع الإنتاجي كمخرج من وظيفتك كمخرج. أدي إلى أي حد ممكن المنتج ممكن يفوت ويساهم ويقرر بالعمل الفني؟ يعني ممكن قصدي بيتدخل إلى أي حد بالضبط، بس قصدي كمخرج مثلا إلى أي حد ممكن يفوت بوظيفة المخرج ويتدخل بقرارات المخرج؟ والله هذا خراجع على شخصية المخرج نفسه. يعني مين هو المخرج؟ في مخرجين بتقبل حالة من الشراكة، في مخرجين بتكون ما عندها الشخصية الكافية، هي بتكون مجرد انه عم بدها تركب عمل، وفي مخرجين ذوي شخصيه قياديه اصحاب مشروع ما بيسمحوا لحدا يتدخل بمشروعهم لانه هن المسؤولين الاوائل والاخيرين عن هذا المشروع. فهذا خاضع لشخصيه المخرج، ما في موضوع، ما في شيء عام، كل حدا بيحاول يمشي مصلحته. بالاخير العمل الفني هو عباره عن تفاهمات ومجموعه شراكات، كل حدا لازم يقوم بمهمته حسب مين هو المنتج. في كمان مو كل المنتجين تتدخل، بنعرف انه انا مهمتي هون انه انا احط راس مال وبعدين اعرف كيف دوره لحتى ترجع لي منه ارباح. وفي ناس لا صحيح. الفن عنده هيك حاله من الارتجال، بقول لك انا منتج فانا كل شيء بالعمل الفني، فهذا ماله قاعده عامه، هو خاضع لمين هدول الاشخاص بالضبط. فهو حسب شخصيه مثل ما تفضلت، شخصيه نفسه المنتج او شخص اذا هو كمان يعني مثلا بيحترم العمل الفني بشكل عام، او هو بيكون خلفيه فنيه كمنتج، وكمان مثل ما تفضلت ممكن بيعود لشخصيه المخرج. استاذ بالنسبه للدراما نرجع بالضبط، نرجع شوي للدراما السوريه، موضوع خاصه على الموضوع الانتاجي اللي حكينا فيه، قد ايه ساعه يعني قد ايه الموضوع صار سيء بسبب ضعف بسبب الاحداث وضعف الموضوع الانتاجي، قد ايه صار سيء على المنتوج بمعنى الأعمال التجارية بشكل خاص؟ يعني الأعمال التجارية نحن صرنا نشتغل أعمال من بقالب خاص من نوع خاص بغض النظر عن هو شو القالب بدون ذكر أسماء بسبب تجاري، هل هذا الشيء بيشوه سمعة الدراما السورية بشكل خاص؟ نحن عم نشتغل بس لنسوق ونربح ماديا القالب المحدد. نحن فقد مثل ما أنت حكينا بداية الحديث فقدنا كثير من عناصر الصناعة صحيح بفترة الأحداث، ناس اللي طلعت لبرا واشتغلت. فقدنا كمان قبل ما هلأ نحاول نرجع لحالة الإبهار البصري اللي حكيت عنها، فقدنا شيء من هويتنا بأنه ما عاد في عنا هوية خاصة للعمل السوري. هذا بسنين من بفترة 3 أو 4 سنين ما عاد في هوية خاصة للعمل السوري غير اللهم عمل البيئة الشامية، لأنه هو حافظ على لوكيشنه فضل هو جواز السفر الوحيد. صحيح. أوكي. هذا ظل يعني كان خلينا لك عنوان عريض لثلاث أو أربع سنين أثناء فترة الحرب. بس اليوم لا، اليوم رجعت الأمور أنا شايفها راجعة على مجارية من خلال استكشاف بيئات جديدة، من خلال عودة كثيرين من الناس اللي خسرناهم بفترة الحرب. صحيح. ومن خلال أنه كمان المحطات رجعت خففت شوي هذا الحصار عن درامانا، فراجعين يتعافوا، يعني نحن راجعين نتعافى بشكل ملحوظ. صحيح استاذ، عم تتابع انت كمان حضرتك مثل ما تفضلت، لانه انت حضرتك عم تحكي عن المنتج المحلي السيء، هذا موجود بكل دول العالم. مثل حتى يكون مبين لمنيح لازم يكون في منتج سيء اصلا، ما حدا بيعمل، ما في دوله بالعالم بتعمل كل منتج عالي الجوده، بده يكون في ليفلات صحيح من مستويات الانتاج، بالتالي المشاهد هو اللي بيحكم هذا العمل سيء او لا. ضربت مثال حضرتك من شوي عن ضيعه عمل ليس ذو تكلفة إنتاجية عالية، صح.
صحيح. إنما هو عمل أيقوني من أهم أعمال الدراما السورية، لذلك كلفة الإنتاج ما لها معيار. بالضبط. نتحدث عن آراء شركات الإنتاج بشكل عام. مثل ما تفضلت الحمد لله رجعت الدراما السورية عم تتعافى شوي شوي، بس نحن كل كم سنة عم نشوف في تغير مثلا الدراما السورية بفترة من فترة انتقلت إلى الإنتاج المشترك والتعاون اللبناني، بعدها بفترة مثلا انتقلت مثلا للون محدد، وآخر فترة مثلا كتير انتقلنا للأعمال التركية المعربة نوعا ما. فشو رأيك أستاذ غزوان، هل هي شيء جيد؟ هل الموضوع مسيس على المستوى المادي عم نحكي نحن تغيير مثلا؟ شو رأيك بشكل خاص أستاذ غزوان، هل هي تجربة إيجابية برأيك؟ هل هي تجربة سلبية وليش؟ هلا اللي تفضلت فيه من نماذج حضرتك انا بظن هو رغبات منتجين خارج سوريا، يعني هي مو رغبات محليين. المنتج المحلي الخارطه ما تغيرت كثير خلال 10 سنين، يعني احنا عندنا عدد شركات الانتاج ما بيتجاوز عددهم عدد اصابع اليد الوحده. صحيح. احنا المشكله محليا هي بالفرق ما بين الانتاج والتسويق. انتاج العمليه الانتاجيه سهله وبيصير عندهم مساعدات وفي كثير امور متاحه، إنما المشكلة عنا هي مشكلة تسويقية بحت. التنوع اللي عم تفضل فيه حضرتك هو يعني بيندرج تحت خانة بحث المنتجين عن حالة تسويقية مفيدة. دائما عندهم هاجس تسويقي إنه ليش هذا العمل بينباع أكثر من هذا العمل. أما خارطة الإنتاج كإنتاج بسوريا ما تغيرت كثير خلال العشر سنين، في هاجس تسويقي معين، هذا عم يخليهم دائما بحالة قلق وبحث مستمر إنه شو هو النوع اللي رح يكون أكثر مبيعاً الأفضل. صحيح. وأمزجة المحطات خارج سوريا الحقيقة هي أمزجة متغيرة سنة عن سنة، عم يحاولوا الشركات الإنتاج أنهم يواكبوها، لذلك بتلاقي أنت في كل كم سنة في موضة جديدة، مرة التركي المعرب مرة العربي المشترك. صحيح. هذا خاضع لأمزجة محطات العرض الحقيقة، هو هي مرغبة الفنانين أبداً. بالضبط. هي مرغبة الفنانين. صحيح. أستاذ غزوان بخليني أنا شوي هيك انتقل يعني بشكل شخصي لهيك لمشاريعك الجاية مثلا، شو في شيء تحضير جديد لعمل جديد أستاذ غزوان، أو ممكن مسرح؟ هلأ مثل ما بتعرف نحن اليوم أول يوم رمضان بسوريا، كان عام بخير ورمضان العام وأنت بألف خير بنهايات الموسم، الله يسلمك يا رب. يعني نحن للأسف كنا خارج الموسم بعد ما اشتغلنا كانون آخر شيء بسبب مشاكل تسويقية اللي حكينا عنها. بعد رمضان إن شاء الله لا في حكي كتير على أكثر من مجال، بس بعد رمضان بتتضح الأمور أكثر وفينا نعلن إذا كان في شيء مشروع جديد أو لا. بس حتى الآن الأمور لساتها بطور الحكي، يعني بعدنا عم نحكي عم ناخد ونعطي شو ممكن نعمل. أما أنا على المستوى الشخصي في بذهني كتير مشاريع والله، ومو كلها بس بالإخراج التلفزيوني. يعني حلو. أنا حابب في حكي له علاقة بأنه خارج سوريا وداخلها يكون في حالة تعليمية ذاتية لمتممات الإخراج التلفزيوني، نعمل كورسات نعلم متممات الإخراج التلفزيوني، شو يعني مخرج منفذ، شو يعني سكريبت، شو يعني كلاكيت، إلى آخره. زائد أنه والله ما بخبي عليك فيه بالبال يعني مشروع كتابة بركي إن شاء الله بعد رمضان بيطلع للنور. يا سيدي أستاذ غزوان طبعا أنت مبدع وهذا الشيء أكيد مجديد عليك، وأنا على سعيد الشخصي أكيد عم بستنى آخر أعمالك. أستاذ بتشكر كثير وجودك معي أستاذ غزوان، وفعلا كانت حلقة كتير حلوة. أنا بالنسبة لي يعني حابب أحكي لسه ساعتين زيادة صراحة، بس ضيق الوقت للأسف بيمنعنا. بتشكرك كتير وبتمنى لك. أنا ممنون، شرفت بهاي الاستضافة يا عبد، يسعد لي قلبك. يسعد لي قلبك أستاذ غزوان، وبانتظار أعمالك، وبتشكر كتير وجودك. يسعد لي. ولهون يسعد لي. ولهون أعزائنا ومشاهدين إنفوغرات وبالذات برنامج الليالي فيينا بودكاست، بنكون وصلنا هيك مع ضيفنا لآخر الحلقة، وبنتمنى لكم سهرة جديدة، واستنونا بحلقة جديدة من بودكاستنا الفني ليالي فيينا من فيينا. للقاء آخر. ليالي فيينا بودكاست.